سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فيديو جديد. المهم اليوم في بيتي غادي نجهز معكم راسي لواحد المناسبه. كما شفتوا دابا راني دايره مكياج، قديت كلشي وفرحانه بزاف. اليوم اول نهار غادي يبات عندي كريمه الراس. شوفوا اليوم فقت على ليفغور كيصوني وداكشي، جابو في الصباح بكري، جا سبحان الله بواحد السهوله ما حسيناش بها. صافي دغيا جا ليفغور، دغيا جا داك التريسيون ولا ما عرفتش شنو سميتو اللي كيركبو. المهم المهم اللي كيركبو، جاو ثلاثه الناس ركبوهم دغيا، سالاو شي ساعه كاع ماكسيمو ما كملوهاش على ما فطرنا وداكشي. المهم دابا الدنيا عندي مبرده، درت غير درجه 23 صافي، يعني كافياني باش ما راكم عارفين البرد بزاف خايب. صافي من بعد جلست قديت المكياج، قديت هاد درت بوكلي وجمعته. انا واخا مبين نقاب باتشا، ولكن المهم ما عندي ما ندير صراحه، ما عنديش نقاب من غيرهم. ما كرهتش لو كان داك النقاب اللي كيكونوا هكا مشبكين عرفتهم، كيجيو زوينين كيكملوا المشيطه هكا. المهم راكم عارفين ملي كتكون شي مناسبه كندير بوكلي كيجي زوين وكنجمعو. درت المكياج نيود زوين زوين، زدت هنايا الشفيرات من الجناب التالي غير في الجناب، كيبينو العين بحال شي قطعة. اول مرة نركب الشفران بوحدي. درت المكياج نيود حيت غادي نلبس واحد الكيمونو فيه الالوان بزاف. المهم البنات نتوما عارفين بلي انا ما عنديش البلدي نهائيا، البلدي وداك التخربيق ما بغيتش نسلف من عند لبنان حيت صافي يعني ما. وقلت انا هاد الكيمونو هذا بالضبط شاريه ديجا باش نلبسو، خصوصا فات المناسبات. هادي سوميش تختي، غتسمحي لي اليوم نشفرها لك؟ جيكش باش نقولك جبتها لها من الصبيب. المهم هذا هو اللي كنت شريته داك النهار، قلت لكم دابا نبارطاجيه معاكم فاش غادي نلبسو. عجبني بزاف، كنت خديت في الاولى طي اس، تا جيت للدار وانا كنلقاها صغيره عليا مشيت بدلتها اس بدلتها بال، هذه هي اكبر طي لقيت. المهم هو هذا، وغادي نلبس معاه كل شيء كحل من التحت راكم عارفين. شو دير بحال داكشي ديال داك لي زافريكان كيلبسوا هاد الالوان هذا، يعني ما خصكش الالوان وراه استخدام، يعني واخا دابا راه مازال ربيع ولكن حنا عندنا فاس راه الصيف، يعني راكم عارفين فاس كاين عندنا الشتا ديريكت الصيف، اما الربيع الخريف داكشي والو. المهم هو هذا بيتي، شوفوا عجبني صراحه الديكور ديال البيت مؤخرا، خصوصا هاد الطوب، هاد الطوب كيزينوا بزاف البيت. دابا راه مرون شويه بالحوايج وداكشي، غادي نلبس هاد السروال الكحل فازك، عرفتوا جبتو فازك من الصبيب حيت غير من الماكينه داك كثر لبسو كينشف عليا في راسكم، غينشف عليا سروالي. والسوميجه اللي جبتها من الصبيب السوميجه شويه راه ناشفه بزاف. المهم هذا راه غينشف عليا، ما حيت ما عنديش الوقت، راني اصلا ما طلع عاد نتسنى انا ينشف وكذا. المهم ما فازكش بزاف، ديجا ما كان كتعصر. المهم ما فازكش بزاف. ايوا يا اختي العقده اللي عندي مع القطه هي الشعر، اوف الشعر بزاف داكشي مجهد. حتى لي اليد مسكينه كانت كتغلب هكا في الحراره مؤخرا، كانت كتغلب وديما كنلقاها فين، كنلقاها مثلا في الحمام في البلاصه اللي بارده، كنلقاها هكا كنعس هكا على ظهرها. يعني حتى هي كتغلب، خصوصا حنا كانت عندنا واحد الحراره قاصحه خصوصا من البارح. دابا راه عجبها الحال واسترحات من بعد شحال هذه ما دخلتش لهاد البلاصه ديالها، لا صح كان كيجيها الصد، دابا عاد دخلات. بغيت نشري لها هكا شي ديكور بحال هكا ميزون شي حاجه احسن من هادي، هادي المنظر ديالها ما كيعجبنيش. جي عادي صافي. نوريكم مثلا اللي غنلبس في رجلي، دايره الصبابط حاليا هنايا، درتي داك الكحل باين ما عنديش فين نديرهم، وهذا اللي كيجيني مع هاد اللباس خصني نمسحو. اش نقول لك هنا كاين الغاز وداكشي، علاش ما تنساش الغاز؟ لا صاص ما بينش ملي يكون مثلا شي حاجه من الفوق فيها الالوان بزاف، الالوان بزاف الالوان بزاف الداخل خصك البيض ولا الكحل ضروري، اما بيض اما كحل. نورمالمون كون كان البيض يجي حسن، ولكن انا ما عنديش سراول بويض وما عنديش تصوفات ما هكا بويض ولا شي حاجه بيضه ما عنديش، داكشي علاش قررت انني نلبس الكحل. والكحل كيجمع البيض كيبين داكشي فهمتو كيبين. الا كنتي غليظه لبسي ديما الكحل، انا كنفضل الكحل صافي. انا غادي نلبس ونرجع لكم.
البنات اختي مشات عليا. المهم انا لبست هاد لاشاميز ديالها، لبست هاد السروال الكحل، والبنت المهم غادي نزيد هذا هذو بلاكا ديالو بعدا. عرفتي دوماج ما شاركتوش معكم. المهم زوين، كنت كنكره ندير كارنيود، ولكن ملي جربته المره الاولى الثانيه ولا كيعجبني. شوفوا او كيحمق خطير صراحه، كيجي في البيسه خطير ومقني ناضي. ما عرفتش واش نشدو ولا لا. المهم هكا جا زوين بزاف، وما كنظنش انني نشدو، واخا فيها السميطات ديالو، ولكن الا ما كنت غادي نشدو خصني نحيدو نورمال. باش يبان مزيان شوفوا، انا غادي نخرج عند ماما، هي اللي غادي تقول لي واش نحيدو ولا لا. يلا نخرج عندها. هاي مامي، بس بس كي جات اللبسة جميلة زوينة. رجعي اللور نشوف هي رجليك شنو فيهم. رجلي إلا ما درتي لهمش الطالو غير سمحي لي. ها صافي. المهم عاودي لبستي شي تبردينا. لا لبست هذا نمي نمي زوين. نحيد هذا ولا بلاش؟ حيدي حيدهم. ماشي ما تسد، ما تسد صحه وراحه. فين كتصدق ما فيهاش حبان ورا؟ الحوت ما نمشي نضرب الدجاج على قلبي مسكين. بقيتي فين؟ هاي كنت غادي نمشي معاك وكنت غادي نخدم عندها الخدمه وما مسالياش. وين كنتي؟ عطوني شي كويس للمناظر. الدنيا باط ما كتعيط وتعاود خاصها. الدنيا باط لا بالصوم بابا بلوكيا ولينا ضبط الناس. حتى هو واحد النهار قالت لنا وداك الدنيا باط ما مصدعني بالعياط، كتصوني وتعاود وانا ما مسالياش. كتنز فاطمه زهره كتقلدني كي كندير نتصور. يا راسي كنت جايه عادي كيجي تضحكي تقدي شي تسمعي دتي مخرجه على ديجا كنت كنشوفها مع الوحده. الله يحفظك. اهلا زين. المهم لاباس.
المهم حنا في السبوع معانا المعدن الاولى بداك الاجر ولكن كيجي نتقابل على لي زعما ديال الشيء ولكن خصكم ان شاء الله دابا يلا البلاد دابا غادي نبداو قريب قريب نحجو وشرب معاكم كلشي وفيت راهم سناو السنية اللي كنبغي انا محمد غالي انا كنبغي غالي المهم اي حاجة كان غالي يعني فرحت بزاف السنية اللي كتعجبني راه شي حاجة زوينة ان شاء الله يتربى في السوق ويكبر ويشوف كيفاه وان شاء الله يعني I'm gonna make you mine.